الرأي العام ونقاش كبير بين مؤيد ومعارض. حنا غادي نحاولوا اليوم نتناولوا هذا الموضوع وغادي نشخصوا الوضعيه ديال هذا القطاع هذا من اجل باش نخرجوا بواحد التوصيات او نخرجوا بواحد النتيجه اللي نحاولوا نفيدوا بها المتضررين في هذا القطاع. فموضوع اليوم هو تداعيات الجفاف وكورونا على عيد الاضحى. كثر الحديث مؤخرا على عيد الاضحى، واش غادي يكون واش ما غاديش يكون. هناك من يقول نعم، هناك من يقول لا. الوزير الفلاحة الأسبوع الماضي خرج بتصريح بأنه عيد الأضحى غادي يكون. هناك بعض المنابر وهنا بعض الأشخاص كيقولوا بأن ما خاصوش يكون عيد الأضحى. لهذا حنايا كمختصين في الميدان وناس قرابين من الكسابة لابد منا باش نعطيو الرأي ديالنا في هذا الباب. باش غنعطيو الرأي ديالنا في هذا الباب لابد غنرجعوا الإحصائيات اللي عطاتها لونصا ديال السنة الماضية. في السنة الماضية في عملية الأضحى وترقيم الأضحى ديال 1440 هجرية ترقمات 8 بليون رأس من الأغنام ما بين الماعز والغنم المخصص لعيد الأضحى. الإحصائيات اللي عطاونا تيقولوا بأنه 40% من العدد المرقم شاطت من العام اللي فات، يعني العرض كان كيتجاوز الطلب بكثير. 40% هذه اللي شاطت العام اللي فات، هذا العام لونصا قدمت برنامج ديال التطعيم ديال الاغنام والماعز والابقار للحفاظ على السلامه ديالها. بالاضافه الى هذه واحد المده ديال 6 اسابيع تقريبا بدات عمليه ترقيم الاضحى ديال 1441 هجريه. المعطيات اللي عندنا كتشير بانه 3.2 مليون من القطع اللي شاط العام فات مخصص لعيد الاضحى. العام اللي فات كما كيقولوا هذا الرقم شاط، يعني الظروف الاقتصاديه السنه الماضيه كانت احسن بكثير من الظروف الاقتصاديه والسوسيو اجتماعيه ديال هذا العام، السوسيو اقتصاديه لهذه السنه هذه. ما يعني انه العام اللي فات الناس كانوا اقتصاديا مزيان شويه، ما كانش الجائحه، كانوا الجاليه المغربيه عيدت هنا في المغرب واحد النسبه اللي هي مهمه. هذه السنه هذه مع ما غفلوش اي جوج ديال كاين جائحه الجفاف وكاين الجائحه ديال كورونا. الجائحه ديال الجفاف اللي جعلت الفلاح انه موسم ثاني اللي هو جاف على التوالي، اذا في التكلفه ديال انتاج واحد الخروف اللي غيكون مزيان تزادت. ما يعني انه الفلاح ولا الكساب ولا منتج ولا مربي هذا مربي الاغنام زادوا مصاريف من اجل باش ينتجوا لنا واحد المنتوج اللي يكون في المستوى. زيادة على ذلك جات الجائحة ديال كورونا. ملي كنتكلموا على الجائحة ديال كورونا يعني من النص ديال شهر مارس الأسواق ما كايناش، الحركة التجارية ما كايناش، التنقل ديال الأغنام ولا تنقل الماشية بين ربوع المملكة ما بقات شيء، الحفلات ما كاينين شيء، الولائم ما كايناش، لي طريتور ما ذبحوا شيء. يعني كاين واحد العدد ديال الأغنام اللي هو شاط من العام اللي فات. حنا ما تنقولوش ما خصوش يكون عيد الاضحى، بالعكس عيد الاضحى خصو يكون، لانه واحد الرقم اقتصادي ومبلغ مادي اللي كيتوجه من المدينه نحو المدينه وكيستافد فيه الفلاح مباشره ومبلغ مهم. وملي تنتكلموا على هذا المبلغ المهم هذا فعيد الاضحى بحد ذاته هو مناسبه اقتصاديه اللي كتخرج فيها بزاف ديال المهن الموسميه، كنلقاو بزاف ديال الناس العائلات اللي كيستغلوا ديك الفرصه ولا كيتمعشوا فيها بهذا المصطلح تنقولوا، لانهم كيدخلوا كنلقاو الناس اللي كيمضيو الماس، كنلقاو الناس اللي كيبيعوا الفاخر، كنلقاو الناس ديال اللي دوك اللي عندهم لي تريبورتور ولا المسائل وسائل النقل كيخدموا فيها، العطاره تيخدموا، يعني واحد انتعاشه اقتصاديه تتعرفها البلاد. الظرفيه ديال كورونا هذه السنه هي ظرفيه استثنائيه، يعني هذا الشيء هذا ما اختاريناش الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. واني كاينه معطيات اللي كتقول بانه الى استثنينا قطاع الوظيفه العموميه فجميع القطاعات الخاصه فهي تضررت اقتصاديا من هذا الحجر اللي وقع، الحجر الصحي اللي طبقته الدوله حفاظا على السلامه ديال المواطن وعدم انتشار فيروس كوفيد 19. فمنذ ذلك الحين بعض القطاعات اللي هي مهيكله، كاين الناس اللي كانوا خدامين ب 6000 7000 8000 درهم وتعوضوا في الفلاسه هنا 7000 درهم، كاين الناس اللي كان عندهم الرميد ما بين 800 و 1200 درهم، كاين الناس اللي حتى هما غير ما عندهمش الرميد ما بين 800 و 1200 درهم. يعني هاد المبالغ هذه الناس خرجت من شهر 3 و 4 و 5 خرجت بمديونيه،
هنا غادي نتكلموا على هل للمواطن القدره الشرائيه من اجل اقتناء اضحيه العيد ام لا. القدره الشرائيه للمواطن فهي ما كايناش كما قلنا، القطاعات كلها، القطاعات الخدماتيه والنقل، السياحه، العقار، الخدماتيه، كل شيء هذه القطاعات هذه متضرره، وبالتالي هذا الشيء غادي يكون عنده عواقب على الميزانيه ديال المواطن باش يشري الاضحيه ديال العيد. العدد كما قلنا المتوفر ديال الاغنام فهو يفوق الطلب، واني القدره الشرائيه ما كتسمحش. لهذا فاحنا كنطالبوا هنا الدوله باش تدخل في هذا الباب. هذا كاين جوج الامور اللي خاصها تدخل فيها الدوله، هذا كاقتراح منا. الاقتراح الاول هو انه الدوله هي تعطي للمواطنين قروض بدون فوائد من اجل اقتناء الاضحيه، وبالتالي حتى هي غادي تساعد بطريقه غير مباشره الكسابه ومربي الاغنام، او غادي تشوف شي طريقه اخرى اللي تعطي فيها الدعم للكساب. يعني عمليه الترقيم راها كاينه ديال الاضاحي، وكاينه دابا انتراسابيليتي، كل كساب شحال عنده ديال الخروف وشحال عنده ديال الحول اللي موجهوا للعيد الكبير، تخرج ليه واحد الدعم مباشر اللي يستافد منه الكساب. هادو جوج ديال الامور حنايا كنقترحوها على الدوله من اجل مساعده الكساب، لان الكساب راه جفاف وكورونا، وهاد العام الى ما جاتش بالاضافه لهاد الجائحتين الى الكساب ما باعش الحولي ديالو، فغتكون مثابه الضرب القاضيه لقطاع تربيه الاغنام في المغرب. كاين بعض الكسابه حقيقه اللي عندهم واحد عندهم الكليان ديالهم وهذوك ما عندهمش مشكل، ولكن بالنسبه لواحد الفئه اخرى راه قد تدخل للسوق ويكون العرض اكثر من الطلب، القدره الشرائيه ما كاينه شيء، غادي يولي الكساب كاين الخروف اللي مقيوم عليه ب 2500 درهم 3000 درهم غيولي يبيعوا ب 1500 ولا 1200، يعني في كلتا الحالتين فالكساب غيكون متضرر. فلهذا حنا كنطالبوا الدوله باش تدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه، هذا من جهه، ومن جهه اخرى كنطالبوا الدوله، وهذا مقترح حتى هو، يعني الدوله بما ان موسم جاف حباده لو انها ترفع الرسوم الجمركيه على المواد العلفيه والمخصصه للمواشي، لانها برفعها لهذا الدعم هذا ستكون ساعدت في ساعدت الكساب باش ما يزيدش يتضرر اقتصاديا.